بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. منتخب مصر بيكسب منتخب استراليا 2-0، والمنتخب الاسباني بيتعادل قدام المنتخب الارجنتيني 1-1 علشان نتاهل احنا والمنتخب الاسباني للدور القادم، والمنتخب المصري يواجه المنتخب البرازيلي في الدور القادم. الحمد لله رب العالمين، ربنا بيوفقنا وبنقدر ان احنا نكسب المنتخب الاسترالي 2-0. مجهود غير طبيعي للعيبه زي اكرم توفيق والونش واحمد حجازي وراهم محمد الشناوي، مجهود كويس جدا من لعيب زي اسامه جلال، امتياز لاحمد فتوح ورمضان صبحي، مجهود نوعا ما يحسب ويشكر للعيب زي كريم العراقي ولعيب زي طاهر محمد طاهر، ورجوله غير طبيعيه لعيب زي احمد ياسر ريان وقتال غير طبيعي، ولعيب بيلعب معانا جوه الملعب كده بس احنا ناقصينه، وهو كابتن صلاح محسن اللي لسه ما جاش معانا لطوكيو لحد دلوقتي وموجود هنا في مصر ذهنيا، واللعيب لسه ما جاش معانا الاولمبياد. منتخب مصر النهارده كان جيد جدا. القصه مش قصه طريقه لعب، ولا القصه كلها قصه انك بتلعب 4-5-1 ورمضان صبحي هو اللي بيلعب جنب اكرم توفيق، ورمضان صبحي هو اللي بيكون مطلوب منه دور صناعه اللعب في 4-5-1 اللي انت بتلعبها في الحاله الدفاعيه، وال 4-1-4-1 اللي انت بتلعبها في الحاله الهجوميه، لان رمضان صبحي لما كان بيبقى موجود في العمق كان بيبقى عنده مشاكل كتير جدا في دور صناعه اللعب، ان رمضان مش صانع العاب، غير المشكله اللي موجوده الناحيه الثانيه ناحيه صلاح محسن اللي مش موجود تماما جوه المباراه، وطاهر محمد طاهر على قد ما بيقدر بيحاول، واحمد ياسر ريان بيجتهد وبيعافى، بس طاهر محمد طاهر كان بينزل يغير مع رمضان صبحي، ورمضان صبحي بيروح على الطرف وطاهر بيروح في العمق جنب اكرم توفيق او اكرم رجوله او اكرم افضل روح قتاليه موجوده جوه ملعب منتخب المصري. اكرم توفيق عمل بطوله مميزه جدا، اكرم توفيق هو اللعيب الوحيد في منتخب مصر اللي يستاهل ان هو بعد البطوله دي يجي له عقد احتراف مميز، لان اللعيب بيأدي بطريقه جميله جدا في ال 3-4-3 في المسددات الدفاعيه في ال 4-1-4-1 ومطلوب منك انك تشيل نص الملعب لوحدك، فلا اكرم توفيق بيقدم اداء جيد جدا وروح قتاليه غير طبيعيه، ولعيب راجل جدا ولعيب مجتهد جدا جوه الملعب. ولو قعدنا نتكلم على اكرم توفيق فيديوهات كتيره جدا مش هتكفي لعيب زي اكرم توفيق، بس النهارده اللي حسيت ان هم محظوظين جدا كابتن شوقي غريب ورمضان صبحي، لان الاثنين دول لو كان في حصل نتيجه سلبيه كان الاثنين دول هيتحطوا تحت المقصله، فالنهارده محمد الشناوي بيقدر ان هو ينقذهم كالعاده، كعاده محمد الشناوي الفتره الاخيره بينقذ عندنا موسيماني من الهبد اللي بيعمله، فالنهارده بيقرر ان هو يقدم اداء رجولي كعاده محمد الشناوي، والشناوي بيقدر ينقذ المنتخب المصري في اوج الاوقات اللي كان بيحتاج فيها المنتخب المصري لحارس مميز وحارس عنده خبرات زي محمد الشناوي. والناس اللي كانت مستنيه خساره المنتخب علشان خاطر تتكلم حوالين الظلم اللي تعرض له محمد صبحي والظلم اللي تعرض له احمد عبد القادر، روح يا حبيبي روح، معلش يعني كنت بتتكلم في ايه؟ انت شفت نفسك اسامه جلال اللي هو بيلعب في نفس الاعمار السنيه بتاع المنتخب الاولمبي ازاي هو لعيب باين قدام حجازي وباين قدام الونش ان هو مدافع على قده جدا، لان خبرات الونش وخبرات حجازي اعلى بكتير جدا 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 من اسامه جلال، فانت متخيل ان محمد صبحي كان يبقى موجود مكان محمد الشناوي الوضع كان بالنسبه لك هيبقى صعب جدا. محمد الشناوي عامل لك شكله وعامل لك طريقه كويسه جدا في الكرات العرضيه، محمد الشناوي بيطلع ياخدها، لو حارس تاني غيره مش هيطلع ياخد الحاجات دي، لو حارس تاني غير الشناوي مش هيقدر يطلع الكوره اللي طلعها الشناوي النهارده. الضربه الراسيه اللي الشناوي طلعها بطريقه مميزه جدا وبامتياز غير طبيعي ما يعملوش غير حارس زي محمد الشناوي اللي بيقدر ان هو يحافظ لك على الجيم وبيقدر يحافظ لك على التقدم بتاعك. تخيل انت كنت تعادلت في الدقيقه 80 او 81 كنت هتقدر ترجع في الجيم ولا كنت هتشمه؟ عزيزي انت اساسا كنت رايح بفرصتين قبلها، كنت رايح بفرصه الهدف، كنت رايح كمان بالفرصه اللي بيلعبها عمار حمدي في نص ابره نص خرم ابره كده بيحطها في العارضه بتيجي رمضان صبحي ورمضان مضيعها، ورمضان بقى الشك الثاني جنب كابتن شوقي غريب، الشك بتاع اللي هو الناس هجمه رمضان ماتش استراليا ماتش الارجنتين ولبسته الليله كلها، فتخيل بقى الكوره ترد لرمضان والجون فاضي ورمضان يطلعها بره ونتعادل بعدها، يا نهار اسود ونهيج. ده رمضان صبحي كان فضل قاعد على الخازوق عندنا هنا في مصر لفتره طويله جدا، ترندات سوشيال ميديا وكل الكلام حوالين ان رمضان هو ضايع الفريق، احنا عزيزي كده احنا عندنا عالم ظلمه، عالم ما بتتكلمش في الكوره ولا بتتكلم في اي حاجه، مش هيقول لك ابدا ان رمضان صبحي احنا بننتقده علشان خاطر هو افضل لعيب في الشق الهجومي المنتخب المصري، مش هيقول لك ان احنا منتظرين ان رمضان صبحي يكون هو العنصر الحاسم والعنصر الاخطر داخل منتخب مصر وان هو اللعيب الوحيد اللي ممكن يقدر يحلها فرديا، لانك لو بصيت على طاهر محمد طاهر او صلاح محسن احنا مش منتظرين ان هم ينزلوا الملعب اساسا، مش متخيلين ان اللعيبه دي تقدر تحل اي حاجه غير ان هو يعمل لي باص، وده اللي حصل. طاهر محمد طاهر لما عمل لي باص لرمضان صبحي قلت بس كويس الراجل عمل اللي عليه وزياده لان هو ده اللي يقدر يعمله، ورمضان صبحي عدى وعداها لنفسه بكل هدوء وبكل ثقه وبكل خبره وبيلعبها لاحمد ياسر ريان ويسجل الهدف الاول. رمضان ضيع اللقطه اللي هو كنا ممكن نخلص المباراه ب 2-0 بس ربنا كرمه وكرم الفريق بالهدف الثاني اللي بيقدر يسجله عمار حمدي اللي وقت نزوله كان جيد جدا. كابتن شوقي غريب حس ان خلاص نص الملعب والتضحيه اللي انا مضحيها في نص الملعب في الحاله الدفاعيه محتاج ان انا المها، صلاح محسن مش شايف قدامه اغير صلاح محسن واغير طاهر محمد طاهر ونزل ابراهيم عادل.
عادل، ووقتها الفرقه اتظبطت والفرقه اتعدلت. سيبك من كلام احمد عبده وحوالين ان ابراهيم عادل لعيب بيتكسب، لان احمد عبده اساسا وجوده النهارده حاجه من الحاجات اللي هتمنت علينا احنا كمصريين، لان هو احمد عبده يا جماعه هو مثال لاحمد الطيب، اللي هو في رغي كتير جدا وفي كلام كتير جدا بعيد عن سياق المباراه، وفي قرف كتير جدا تتعرض له كواحد بيتفرج على المباراه وكواحد بيتابع الكوره، اللي هو انت بتتكلم في ايه يا عزيزي؟ انت ما تهبطش في اي حاجه وخلاص. بس عادي الحمد لله، بما اننا عدينا النهارده فيغور هبد احمد عبده ويغور كل حاجه ويغور كل الناس اللي كانت مستنيه انتقاداته، والفريق يقع الحمد لله رب العالمين ما طلعهاش، والفريق قدر ان هو يكسب النهارده وقدر يدي اداء كويس. ماتش البرازيل لكل حدث عزيزي، لما نيجي ماتش البرازيل يبقى حلها ربنا، غير ان احنا لما كسبنا النهارده وصلنا الدور الجاي محدش كان مستني المكسب ده، لان كل الناس كانت مستسلمه نفسها من امبارح حوالين المنتخب المصري هيخسر وهنرجع نكمل الدوري تاني. فكل اللي حصل النهارده ده انجاز يحسب لكابتن شوقي غريب والرجاله بتاعته جوه الملعب، ويحسب لكل حاجه عملها كابتن شوقي غريب والقرار اللي خده ان هو ياخد معاه محمد الشناوي والونش واحمد حجازي، والقرار ده للناس كتير جدا كان بتقول له خد حد من الشق الهجومي. احنا مش عايزين شق هجومي، احنا عايزين شق دفاعي. طول ما انت بتدافع كويس حتى لو بلعيبه ميت هجوميا ممكن تخلص المباراه، انما لو انت مش عارف تدافع بلعيبه اسطوريه هجوميا ولا هتعمل اي حاجه. عرفت عزيزي كابتن شوقي غريب ربنا نصف النهارده ازاي ورمضان صبحي قدر ان هو يفلت من تحت مكسله الانتقادات ازاي؟ معلش بقى طالما عرفت الحاجات دي ممكن تعمل لايك ولا تبخل علينا بالسبسكرايب.